اتكلم كلام مهم جدا. احنا هنحاول، مش هيحصل يأس عندنا، ولا انا ولا فريق عملي ولا قناة النادي الاهلي، هنحاول. لكن عايز احكي لي يا كابتن شريف، العلاقة ما بين اللاعبين وبعض كانت عاملة ازاي؟ بتتكلم بالنسبة للاعبي نادي الاسماعيلي، كنا بننزل واحنا نازلين قلت لك احنا رايحين فرحانين ان احنا هنلعب معاهم. انا ما افتكرش ان في اي اجراء داخل الملعب حصل او اي احتكاكات ايام ما انا كنت بلعب، غير ان كنا بنهني بعض في الملعب. يعني اما حازم يهنيني وانا جايب جول، وما اعرفش الجول ما جاش ليه، ده الجول الوحيد اللي موجود ليه انا. نحاول نجيب الجول بتاع الكابتن شريف. لما لعيب من النادي الاسماعيلي يجي لي وهو بيسنتر الكوره يقول لي جول، على فكره الجول ده حلو قوي، يعني في اكتر من كده الروح دي انا مش عارف. حماده الرومي لما كان يتنرفز ولا حاجه واخده في حضني يبص لي كده فيهدى. ما شفناش اي تعدي او اي حاجه مع الخطيب مثلا، مع مصطفى عبده، بالعكس كنا نلاقي كل الفرق. كابتن سيد انا حضرته في الاخر ولعبت معاه، كان يبقى في علاقه كابتن سيد كابتن علي ابو جريش. وخصوصا فريق جميل قوي زي نادي الاسماعيلي اللي اتعلمنا منه برضو كتير قوي. بص يا شريف، زمان اتفضل شادي، كان زمان اللي بنتمرن 2 و4، فعندنا لعيبه في الجامعه. كان اي حد من اللعيبه يبقى هنلاعب نادي الاهلي والزمالك، اي حد من اللعيبه بيتاخر بيتمرن في الاهلي والزمالك والترسانه. طيب في مصر شوف بقى ويبقى هيلعب ضده. يا يعني تروح تتمرن في الاهلي في الزمالك. اقول لك انا طبعا لازم ادي نادي الاهلي حقه، لانه صاحب فضل عليا انا شخصيا. سيد عبد الرازق 67 لما هاجرنا انا قعدت في نادي الاهلي سنه اتمرن مع نادي الاهلي. انت كده هتخليني اوقفك، عارف ليه؟ عشان ده عكس اللي انا افهمه. يعني اتقال ان النادي الاهلي ما فتحش ملاعبه، ما استضافش نجوم الاسماعيلي. لا طب استناني بس، انا اكمل لك. وانا ماسك منتخب مصر الثاني، انا طبعا المقاولين العرب اخد قرار اي ماتش، انت عارف انا موظف المقاولين وابن عمي، اي ماتش اخدين قرار ب 50,000. فلما رحت لهم عشان اخد المنتخب قال لك اللي هيدفع اتحاد الكوره، فرحت لهم قالوا عشان خاطرك هناخد 25,000 جنيه. رحت جاي لنادي الاهلي. انا بتكلم بكل امانه. قالوا لي امتى ماتشك؟ قلت لهم هلعب تركيا، ادوني ملعب الجزيره ببلاش. وبعدين كنت هلعب تونس وسوريا، ادوني ملاعب مدينه نصر بتمرن فيها ولعبت فيها الماتشات. والتلفزيون زي على المباريات دي، القناه اللي رادع زي على كل، يعني ادوني التدريبات وادوني الملاعب. والوزير كان لسه لان النادي الاهلي فتح لك الملاعب بتاعته، اداني ببلاش، انا اداني اوضه اللبس بتاعته اللي. طب رحت عملت ماتش اعتزالك في نادي الزمالك ليه؟ هقول لك دي قصه بقى. نادي الزمالك انا قابلت فريق مرتجي، قلت له يا استاذ فريق انا عاوز اعمل ماتش مع نادي الاهلي. قال لي روح لهيدي كوتي، وكان الكاب فؤاد شعبان. رحت قالوا لي احنا ما عندناش مانع، روح للكابتن احمد سقراط. وعايش ولا مات؟ لا توفى، الله يرحمه احسن. ايه رحت الكابتن احمد سقراط، قال لي اصله، قلت له السلام عليكم. رحت راكب عربيته وجاري نادي الزمالك، قابلت الكابتن محمد حسن حلمي الله يرحمه احسن. ايه قال لي ماتشك امتى؟ قلت له 30 ده من الناس كمان سبتمبر. طبعا لازم ندي الناس حق. لا صلاح طالما بتقول تاريخ لازم تدي كل واحد حق. كابتن حسن حلمي الله يرحمه احسن ليه؟ قال لي عاوز امتى؟ قلت له 30/9. بعت للتلفزيون. انت زملكاوي اصلا من جوه؟ وبعت انا لا زملكاوي ولا اهلاوي، انا زملكاوي اهلاوي صرف واكتر منك في الماتشات الافريقيه والعربيه، انا اكتر من اي حد ببقى متعصب بامانه. يعني انت مش زملكاوي؟ لا لا لا، وانا زملكاوي اهلاوي. بطمن عليك يا ابو حسين، انا بطمن عليك. ولقيت دم هتلاقيه اصفر. بطمن عليك والله يا باشا. فنادي الزمالك مناسبه حلوه الناس تعرف. بالعكس انا نادي الزمالك الناس يشكروا هم عملوا ماتش، انما لما جينا في الهجره اللي استضافنا نادي الزمالك، نادي اهلي ما رفضش. وسيبك من اللي بيقول انه رفض، لا احنا رحنا على الزمالك على طول. انا بقول لك انا قعدت سنه مع النادي الاهلي، رحنا على نادي الزمالك على طول. كابتن حسن حلمي الله يرحمه استقبل الناس وقعدنا في المعسكر عندهم وادونا ملاعبهم والناس. يا كابتن سيد انتوا كنتوا مفخره، انتوا بعد 70 دي، بعد كاس افريقيا دي، انتوا كنتوا تفتحوا اي باب ايديكم. والله العظيم يا شيف ويمينك ولا انا غلط؟ لا صح. انا غلط؟ انا وانا انت كنت تخش في اي حته الناس ترميك بالورد. دي انا دي برضه يعني انا برضه بحملها لمجالس الادارات. انا جيت كاب صالح، جبت خدت اسماء مجلس اداره نادي الاهلي بالمدير التنفيذي، باللي جنبهم كان كابتن عادل، كابتن عادل القيعي تقريبا كان هو مدير النادي. خدنا الاسماء ورحت جاب كارنات الاسماعيلي واديهم له، بدلنا عملنا تبادل
طول ما انا قاعد مجلس اداره عملنا العضويات ومع نادي الزمالك. لما رحت قلت للكابتن صالح عايزين نعمل كده قال لك ايه؟ قال لي اللي انت عاوزه هات الاسماء اللي انت عاوزها، هات الاسماء اللي انت عاوزها. انا جايب عمرك شفت مجلس اداره يطلع 63 واحد ولا 62 واحد؟ يعني جبت كل الحبايب بعضها. نادي في نادي اهلي، نادي الزمالك نفس الحكايه. دي بتطلع وبعدين ايام كابتن ما كانش في فرق بين الاهلي والزمالك، ولا انت ولا انا غلط؟ انا المهندس حسن حلمي، المهندس حسن حلمي كان بصراحه وصلت لي فكره من كابتن سيد محترمه جدا، مجالس الادارات عليها دور مهم. امال ايه؟ امال لما جه الكابتن حسن حمد والكابتن خطيب وراحوا لغايه هناك وراحوا اسماعيليه عندنا شلناهم من على الارض طبعا. والجماهير قابلتهم لان عندكم في اسماعيليه بتحب المبادره بس. وبعدين انا هتكلم على جميل اسماعيلي وسجل له حلقه دي. جميل اسماعيلي عمرها بتبدا بالاذيه، عمرها ما بليها مشكله، اللي بيبدا معاها هي اللي بتعمل مشكله. ما بتخبيهاش يعني. لا ما بتحبها. انما اللي بيعمل مشاكل بكرر تاني القنوات الفضائيه اللي هي بتولع الدنيا والصحفيين. طيب هم اللي يقول لك موقع حربيه ولا موقع حربيه، دول ثلاثه بن. يعني ما فيش مشكله، وانت شايف دلوقتي ما فيش اي مشكله الماتشات اللي بتلعب، مش عشان ما فيش جمهور، ما فيش اي مشكله. بالعكس ده انت بقول لك يمكن لو تعزم لو ماتش نادي اهلي افريقيه ولا حاجه، لو تعزم حد من الاسماعيلي كلهم هيجوا جري وشجعوا. كابتن شريف كنت بترتبط بمين من لاعبي الاسماعيلي ممكن تخرج معاه قريب منك جدا بيجي لك في ما بينكوا اسرار عايزين نعرف؟ من وانا صغير كان في لعيب اسمه محمد خميس. محمد خميس كان معايا عندي انا معايا في المدرسه. محمد خميس ده كان حته وينج، كان وينج رايت، كان وينج رايت، كان كابتن يعرفه ده كان حبيبي وكان معايا من القاهره هنا وشاهد على عصر انا ايام كابتن عاضي الله يرحمه لما انا دخلت الناشئين. اعتقد كان اقرب واحد ليا. ده غير بقى طبعا لما لعبنا كان كابتن حماده الرومي و وحازم وعلي اغا وعلي اغا وعلي اغا يوم ما جبت فيه الجول كان احلى ماتش لعبه في حياته هنا في الاستاد. وانا كنت نزلت كان ايام كابتن محمود سايس هو المدرب وانا نزلت اخر ثلث ساعه فجبت الجول وقعت من ايد علي اغا وانا ده كملتها شوطه في الجول. فدخلت له جوه وبصته وحضنته وقعد يعيط ناس. قلت له انت بتاعت انت عملت ماتش عمرك وانك تتغلب من النادي الاهلي في اخر ثانيه في الماتش ده شيء قدري مش اكتر. انما انا اخذته في حضني ودخلت اللعيبه واللعيبه كلها تحيتني وانا حياته كان كابتن شحته الله يرحمه هو المدرب ساعتها. فالعلاقه بيننا احنا كنا بنفتح البيبان على بعض في الاستاد. لا انا عايز نخش نسلم عليهم قبل ما نلعب وواقفين مع بعض. هو ده اللي انا عايز اعرفه. بنبوس بعض واحنا نازلين مع اي احترام لاي فرق ثانيه. كنا بنعمل كده مع اتحاد اسكندريه، كنا بننزل بنفس الشكل. نادي المصري بس اللي كنا واحنا بننزل من حته وهما من حته ثانيه. ده عجوز طول عمرها ده حتى معانا بننزل مع بعض. بس اللي انا عايز اساله لك برضه كابتن شريف، انت معروف دايما كابتن انت لطيف في التعامل مع الناس كلها بامان. عشان نازل اكسب يعني لطيف ودمي خفيف عشان عارف ان انا نازل اكسب. لا انت مواقف طريفه حصلت مع لعيب اسماعيليه مثلا ما تنساهاش جوه الملعب. لا هندي بقى، هندي اللي كان مع الجارم دي اتفرجت على هندي والجارم. ايه دي؟ قول لي احكي لنا. هندي كان بيلعب الجارم ده كان مشكله هو والبابلي اسماعيليه كانت مكسره نجوم اتحاد السكندريه. كان مكسر اتحاد اسكندريه. فالجارم جه الهندي قال له لا هندي تعالى اربط لي الجزمه دي. راح هندي مناوله بوكس راح طالع بره. راح الاسماعيلي كسبان 2-0 الماتش. دي من الحاجات خدت بالك اللي كانت مثلا تبقى موجوده في المنتخبات بنحكيها انا والبابلي والجارم مثلا قاعدين كاب سيد يبقى موجود معاه الفرق. في حاجات بتحصل كده في وسط بتاع عارفاها اللعيبه. ما فيش الكواليس ما حدش يعرفها غير اللعيبه اللي بتيجي تحكيها. انما احنا معانا في ملاعب الاسماعيلي والكلام من ده سياده الوزير مثلا عبد المنعم عماره يوم ما انا رحت له يوم 2-0 دي قلت له معلش يا سياده الوزير احنا نايمين بدري وانتوا كمان هتناموا بدري النهارده. يا ولا ويروح ماسكني وحاضني والكلام وبالصدفه نكسب يعني. فبتبقى في حاجات بينه وبين شوف الاحتضان بتاعه يعني. في اتنين انا الحقيقه كنت بعشقهم عبد المنعم عماره ومحمد حبيب الله يرحمه من نادي المحلة. يا اخي نبقى رايحين قاعدين في بيتنا كده ويجي يطمن علينا واحنا بناكل. يطمن علينا تخيل رئيس مجلس اداره المحله احنا رايحين نلعب عنده في المحله جاي يطمن على اللعيبه كلها واحد واحد ويسلم على واحد واحد قبل الماتش. يا شيف المسؤول عايز يطمن على فرقه الاهلي وسعيد. المسؤول الوحيد في الرياضه كان يجيب لعيبه المحله في العربيه يسلمهم لاتحاد الكوره. انت شوف احنا اتفقنا مع بعض ازاي على شخصيه واحده. فالشخصيات اللي هي اللي فعلا بتبقى قياديه وتربينا الناس كلها بتلتف حواليه. الناس كلها لازم تتكلم عنهم بهذا الشكل. صح طبعا. اقول لك على حاجه، انت شفت عمرنا مشكله من النادي الاسماعيلي تصدرت للنادي الاهلي غير الماتش بس بتاعنا ده بتاع نادي الزمالك اللي هو
الاهلي جاب جون في مصر الحقوا هاتوا جون بتاع كابتن لطيف لما عمل قرار ان الهدف الاعتباري ده خدت بالك ان الدوري يتحسم بهدف بقى فرق الاهداف ما كانش القانون ده موجود فبين احنا كنا بنلعب المحله هنا في مصر واسماعيلي بيلعب الزمالك هناك فزي زي ما كان بيقول لك ايه الاسماعيلي اهدى نادي الزمالك هذه البطوله وده معروف ما عندناش غير الحته دي بس غير كده مش عايز اقول لك الجمال كله ونص لعيبه الاهلي ما جاي منين ليه الناشئين نص لعيبتك انت جاي منين وانت جاي منين وكلنا جايين الناشئين نص الناشئين الناشئين لما بيجوا جماهير نادي لعيبه نادي الاهلي الناشئين اسالوا يا جماعه المدربين بتوعهم بيشيلوهم فوق دماغهم احنا ما عندناش مشكله اقسم بالله انا بكلمك كجمهور بقى ما عند جماهير الاسماعيلي ما عندهاش مشكله انا بقول لك جماهير الاسماعيلي بتحب ناديها جماهير الاسماعيلي لما تصور على لعبتها او تصور على الاداره بس هو ماتش 4 4 كان مين مدرب عايز اخدك لحاجه ثانيه خالص شادي هو قبل ما تخش ماتش 4 4 اللي في الاستاد اللي انت جايب الاجوان بتاعته بتاعت بلال وبركات 4 3 في اسماعيليه ثانيه واحده بس واحد من اروع الماتشات من اروع الماتشات مين المدرب هنا كان في اسماعيلي محسن صالح شفت الجوينت شفت الدنيا عامله ازاي هسالك هو اللي خد بيهم الدوري هسالك سموك كابتن بازوكا ليه لان عايزين نعرف كلمه بازوكا جت منين بس معانا على الهاتف زيو واحد من نجوم